يبقى فين بقى دليل البراءه؟ هاتهولي بقى. ممكن ثانيه، انت كل اللي قلتيه ده دليل براءته وفاء؟ اه انا عايزه دليل براءتها ده اللي فيه، ان هي اصلا البنت كده الست اللي جايبها لك كان ممكن تقول لك في الشرع قالت هي ما عندهاش اي مرض جلدي، ما عندهاش. انت مالك ده يعني معنى كده ان التعذيب واقع يا حبيبتي؟ يعني هي اتحلق لها واتحرقت في شعرها، وده اللي اقره الطب الشرعي ان في مالك. انت تحكي الواقع واللي حصل واللي في ضميرك واللي سمعتيه، المحكمه بقى التحقيقات كل الناس هو دي حد طلب تاخد اجراءاتها لوحدها. هقول لك حاجه، حد طالب شهادتك السر ده في الموضوع ده خالص؟ لان لا هتتكلمي فيه، مش مضطره. لا مضطره، لازم. انا ممكن امشي عادي، انا مش عايزه اتكلم. مش هتمشي غصب عنك، هتقعد. اوكي بصي، انا اقعد عشان بحبك وبحترم جمهوري. هو انت تقعدي تقولي اللي انت عايزاه، تسيبي الحلقه وتمشي؟ بقول الحق يا حبيبتي، افهميني. انا ساعتها وفاء دي كانت بتصور مع مسلسل مع نجوم كبار واسامي كبيره، الناس دي راحت شهدت في الـ في الـ في الـ ان هم كانوا مع وفاء وشافوا البنت في الـ في اللوكيشن، ومحدش خد بكلامهم لان الطب الشرعي كان صريح والحوادث كلها والقرائن، وكان فيه شهود وفي كل حاجه. يعني انت رحتي قاعده كده بعد ما عرفتي السر ده قلتي يا ده الطب الشرعي قال كذا، لا يا دي هي خدت التحقيق عمل كذا؟ لا يبقى شهادتي مش هتعمل حاجه. مش كده خالص. وانت مال حبيبتي؟ انا طلبت ان انا اروح اشهد، قالوا لي انا لو انت رايحه تشهدي في حاجه هتروحي من غير المحامي بتاعك؟